ولاية سوسة. إذا أسألك ولاية سوسة، من أهم المشاكل التجارية والمستية التي يعاني منها قطاع الشرق والرياض في سوسة هي نقص فتح الإطارات العملية، نقص عدد المدرسين، نقص في نوادي الشباب الريفي، ونقص في قاعات الرياضة الفردية. والسؤال كان ما هي الحلول المستقبلية لهذه المشاكل؟ باش نعطيك هذا الشيء مهم جدا. بالنسبة لولاية سوسة، عدد الإطارات في قطاع الشباب والجهة هو 120 إطار. كان قاموا بالموايان المعرف الوطني 98 إطار، وبذلك 120 إطار و 98 إطار وضعية مرضية، وهي موزعة عندهم 123 مؤسسة شبابية. في قطاع التربية البدنية، عدد الإطارات العامة 699 إطار، والمعدل الوطني 465، وبذلك 699 درجة يشهد بعض النقص. عندنا 53 والمعدل الوطني 76. نعرف من